السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد على قناة كشف الأسرار. طبعا احنا عودناكم الفترة اللي فاتت ان احنا بنجيب بعض الفيديوهات وبنعلق عليها طبعا علشان تشوفوا قدرة الله تعالى في خلقه. والفيديو التاني معانا النهاردة فيديو افتراس صعب جدا، يعني بنشوف ازاي بيفترس غزال بس بطريقة صعبة جدا. طبعا الفيديو الثالث شايفين دي نوعية من النمور بتصيد صغير التمساح، يعني بتفترس التمساح الصغير. شايفين المنظر، هو بيصيد وبص هو طالع بيه دلوقتي من المية، هو صاد دلوقتي على فكرة. بص طالع بيه ازاي، سبحان الله. بص ماسك التمساح ازاي في بوقه، سبحان الله. المقطع الثالث، شوف ازاي الحمار الوحشي بيقاوم علشان يهرب من الفك بتاع اللبؤة، وسبحان الله فضل فعلا لغاية لما هرب وهو الأضر باللبؤة. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.